بنكمل في المحاضرة دي على السيجنال سيستمز، ونبتدي بقى نتكلم على الديفينيشنز بتاعت السيستمز. فالسيستم كونسبت نفسه هو ان هو ماثيماتيكال ترانسفورميشن اوف ان انبوت سيجنال انتو ان اوتبوت سيجنال. الانبوت سيجنال ده ممكن يبقى مالتيبل سيجنالز، والاوتبوت سيجنال ده ممكن يبقى مالتيبل سيجنالز، يعني ممكن يبقى مالتيبل انبوت مالتيبل اوتبوت سيستم. وده طبعا يعتبر idealized model of the physical device or process. اوكي، يعني لو احنا رسمناه بالشكل ده كده، عندنا input وعندنا output، والoutput ده عبارة عن transformation particular transformation of the input، يعني بنطلع الoutput ده بدلالة الinput ده كان عبارة عن ايه. طبعا امثلة على كده، في امثلة كتيرة. لو احنا خدنا electronic filter circuits ده ممكن يبقى حاجة مناسبة جدا، هندخلها signals وبعد كده signals دي بيحصلها جوه transformation عشان تطلع بعد كده في output form. زي ما عملنا بالنسبه للسيجنالز هنبتدي برضو نكلاسيفاي السيستمز. وعامه اهم كلاسيفيكيشن حقيقه بالنسبه لنا هو الجزء اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو بالنسبه للتايم وبالنسبه للايه، بالنسبه للانبوت اوتبوت سيجنالز نفسها شكلها عامل ازاي. فممكن نتكلم على كونتينوس تايم سيستم، ممكن نتكلم على ديسكريت تايم سيستم، ممكن نتكلم على ديجيتال سيستم، ممكن نتكلم على هايبرد سيستم، ممكن يبقى في كومبينيشن من الايه، من الحاجات دي كلها. اوكي، ده طبعا بيعتمد على التايب اوف انبوت اوتبوت سيجنالز. يعني احنا كسيستم ما نقدرش نقول السيستم لوحده كده عباره عن ايه، لا احنا بنتكلم على ان الانبوت بتاعه لو هو كونتينوس تايم سيجنال والاوتبوت بتاعه كونتينوس تايم سيجنال، يبقى معنى كده ده كونتينوس تايم سيستم. اوكي، نفس الكلام بالنسبه للديسكريت، ونفس الكلام بالنسبه للديجيتال. لو ديجيتال مثلا فور اكزامبل، يبقى معنى كده السيجنال بتاعتي ديسكريت وكوانتايزد. اوكي، لو السيجنال بتاعتي في الانبوت ديسكريت وكوانتايزد، والسيجنال في الاوتبوت ديسكريت وكوانتايزد، يبقى معنى كده السيستم بتاعي ده اقدر اقول عليه ان هو ديجيتال سيستم. ابتدي بقى اتكلم على الكونتينوس تايم سيستمز ان بارتيكولر، وده ده التوبيك بتاعنا في الكورس بتاع سيجنال سيستمز عموما. احنا بيسيكلي عندنا السيجنالز ات اتس انبوت اند اوتبوت ار كونتينوس تايم سيجنالز. يعني سيجنال اكس اوف تي دي كونتينوس تايم سيجنال، وواي اوف تي دي كونتينوس تايم سيجنال. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده ان احنا عندنا كونتينوس تايم معناها ان احنا عندنا السيجنال دي نفسها متعرفه لكل الاوقات، عند اي تايم ممكن نلاقي لها فاليو، والليفل بتاعها ملوش كوانتايزيشن، يعني الليفل بتاعها ممكن يبقى ريل نمبرز. اوكي، بيبقى في ترانسفورميشن اس. اوكي، هو ده اللي بياخد الانبوت ده وايه، ويطلع لنا الاوتبوت اللي هو واي. اهم حاجه بنتكلم عليها في السيستمز، ودي الحقيقه الكور بتاع السيجنال سيستمز والديجيتال سيجنال بروسيسنج والحاجات دي كلها، هي الكونسيبت بتاع لينياريتي. لينير سيستم از ا سيستم ان ويتش سوبر بوزيشن هولدز، يعني بمعنى ان احنا لازم نفيريفاي ان السوبر بوزيشن ده يعني متواجد او بيتحقق علشان نقدر نقول ان السيستم بتاعنا ده لينير، مفيش اي كونديشن تاني. اوكي، ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي، اللينياريتي مالهاش علاقه بالتايم فاريشن. يعني بمعنى لو احنا السيستم بتاعنا تايم فارينج، يعني بيتغير مع الوقت، مالهاش علاقه بان السيستم لينير ولا مش لينير. طب يعني ايه سوبر بوزيشن؟ السوبر بوزيشن بيتحقق بتو كونديشنز، اول حاجه اللي هي السكيلينج، وتاني حاجه اللي هي الاديتيفيتي. سكيلينج معناها ايه؟ معناها ان دلوقتي لو انا دخلت للسيستم بتاعي سيجنال معينه، والسيجنال دي طلعت لي اوتبوت معين، لو انا فرضا خدت السيجنال دي نفسها ضربتها في فاكتور، ضربتها في كونستنت فاكتور، ودخلتها على نفس السيستم، هل هيطلع لي الاوتبوت بتاعي اللي كان طالع قبل كده مضروب في نفس الفاكتور ولا لا؟ اوكي، الاديتيفيتي، لو انا عندي سيجنال اكس اوكي بتطلع لي اوتبوت واي، وعندي سيجنال تانية مثلا يو بتطلع لي سيجنال في، بتطلع لي اوتبوت في، لو انا دخلت اكس بلس يو هل هيطلع لي y plus v؟ اوكي، يعني احنا ممكن يعني نسمرايز الكونديشنز كلها في الايكويشن دي. كويس، لو انا السيستم بتاعي ده دخلت له انبوت الفا x of t زائد بيتا v of t، اوكي، هل هيطلع لي الفا الاوتبوت بتاع x زائد بيتا الاوتبوت بتاع v ولا لا؟ اوكي، يعني احنا دلوقتي لو بنتكلم على ان دي مش موجوده، لو الفي بتساوي صفر، لو فرضا الجزء ده مش موجود، يبقى احنا كده لو قلنا الاوتبوت بتاعي لالفا اكس اوف تي هيساوي الفا في الاوتبوت بتاع اكس اوف تي. اوكي، يعني ده بيحقق لي الجزء بتاع الايه، السكيلينج. الجزء الثاني ان انا عندي تو تيرمز. كويس، الاوتبوت بتاعي هو عباره عن السميشن بتاع تو تيرمز دول، او هي ممكن نبص عليها هنا. اوكي، لو انا دخلت تو انبوتس مجموعين زي بعض وطلع لي الاوتبوت عباره عن الاوتبوت بتاع الترم الاولاني زائد الاوتبوت بتاع الترم الثاني، يبقى معنى كده ده بيحقق لي الاديتيفيتي. اوكي، فالكونديشن ده بيسك بنحققه كده بالظبط.
يعني بنجربه كده عشان نتاكد ان هو شغال ولا مش شغال. اوكي، فمن الحاجات اللي فيري انترستنج الحقيقه، لو انا عندي y اوف x مثلا كمثال بتساوي ax، هل الكونديشن ده بيتحقق؟ اه الحقيقه هيطلع اللي هو بيتحقق. اوكي، لو احنا بصينا للسيستم بتاعنا ده عباره عن الايكويشن بتاعت y بتساوي ax بتمر بالاوريجن، يعني ده عباره عن خط مستقيم بيمر بالاوريجن. كويس، لو انا حطيت هنا بدل x حطيت x1 بلس x2، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان ده كله هيبقى قوس واحد كده ax1 بلس x2 اللي هو بيساوي ax1 زائد ax2، يعني معنى كده الاوتبوت بتاع x1 زائد x2 بيساوي الاوتبوت بتاع x1 زائد الاوتبوت بتاع x2. طيب لو انا خدت نفس الترم ده هو وابتديت بعد كده اغير فيه علشان احط فيه كونستانت بي، الكونستانت بي زي ما احنا شايفين كده هيغير لي الايكويشن بتاعتي. يعني لو انا جيت حققت الايكويشن دي دلوقتي حطيت هنا x1 زائد x2 في الايكويشن اللي تحت خالص دي، هيطلع لي ان هي فعليا ما بتحققليش الكونديشن اللي هو بتاع الاديتيفيتي، لان هو فعليا محتاجين 2 بي علشان يبقى كل واحد فيهم سيبريت لوحده. اوكي، كمثال عشان ناخد كذا مثال يعني عشان نحقق الكلام ده، لو عندي y of t بتساوي absolute value بتاع x of t، basically عشان نتعرف على السيستم بتاعنا اذا كان linear ولا مش linear، اي non-linear function of x، يعني لو الاوتبوت بتاعي عباره عن non-linear function of the input، يبقى معنى كده على طول هيبقى non-linear، يبقى ده على طول non-linear من غير ما نبص. لو عندي نفس الكلام برضو cosine x of t، هل cosine x of t دي linear function؟ لا ما هياش linear function، يبقى معنى كده الكلام ده برضو non-linear على طول مباشرة. لو بتكلم على x square of t نفس الكلام، اي حاجة شكلها non-linear احنا متعودين على الكيرفات linear curve اللي هو عبارة عن ax وخلاص. اوكي، y بتساوي ax، اي حاجة تانية هنلاقي ان هي تبقى non-linear. اوكي، ناخد بالنا في حاجة مهمة جدا، ان basically whenever the explicit relation between the input and the output of a system is represented by a non-linear expression, the system is non-linear. ناخد برضو بالنا من حاجة مهمة قوي، ان الderivative ده عبارة عن linear operation، الانتجريشن ده عبارة عن linear operation. اوكي، فلو احنا عندنا differential equation، يعني فرضا عندنا equation عبارة عن بدل ما كانت في الequation دي y of t بتساوي absolute value of x of t، لو كان الequation دي عبارة عن y of t بتساوي dx of t by dt، دي هتبقى linear equation. اوكي، لان هي عبارة عن linear combination من الايه؟ من derivatives. اوكي، انما absolute value لا ما هياش linear. الكاركترستيك التانية بتاعت اي سيستم هي ان احنا نبص على التغيير بتاعه مع الوقت، او التايم انفارينس بتاعه او تايب فاريشن بتاعه. اوكي، فيعني احنا اللي بنهتم بيه دايما هو التايم انفارينس سيستمز. يعني خلينا نتكلم على التايم انفارينس سيستمز كده بشكل عام قبل ما نبص على الايكويشنز. التايم انفارينس سيستم ده معناه ان انا دلوقتي لما ادخله انبوت ات تايم 0 اوكي هيطلع لي اوتبوت مثلا واي فرضا. اوكي، لو انا دخلت نفس الانبوت هو عند تايم تي بتساوي 1000 اوكي، هل هيطلع لي نفس الاوتبوت هو شيفتد بس وخلاص؟ يعني يطلع لي من اول لما دخلت الانبوت هطلع الاوتبوت بنفس الشكل ولا هيتغير الاوتبوت بتاعي؟ اوكي، يعني انا ممكن اتخيلها مثلا معاكم كمثلا لو انا بتكلم على ريموت كنترول مثلا بتاع التلفزيون. اوكي، لو انا دلوقتي ضغطت على الزرار بتاع الاون عشان افتح التلفزيون، اوكي، هل انا دلوقتي لو ضغطت على الزرار بتاع الاون ده اوكي والتلفزيون مقفول كويس في وقت او في وقت تاني، هل الريسبونس هيتغير؟ مش مفروض ان هو يتغير. لو بتكلم على الكيبورد، الزراير بتاعت الكيبورد، اوكي، لو انا دلوقتي بكتب بالكيبورد، لو انا دلوقتي ضغطت على الزرار اللي هو مكتوب عليه اس مثلا، اوكي، لو ضغطت عليه دلوقتي او ضغطت عليه بعد شويه، هل ممكن مره نضغط على الاس يطلع لنا اس ومره نضغط على الاس يطلع لنا حاجه تانية؟ طالما ما بتتغيرش، طالما الريسبونس بتاعي ما بيتغيرش، يبقى معنى كده ده يبقى تايم انفاريانت، اذروايز بنتكلم عليها انها تبقى time varying. اوكي، فك mathematical expression بقى احنا بنتكلم على x of t بيطلع لنا y of t. لو انا عندي x of t plus minus tau او minus plus tau، اوكي، يعني shifted بتاو او advanced بتاو، اوكي، طبعا عارفين t minus tau يبقى معنى كده shifted بتاو او delayed بتاو، t plus tau يبقى معنى كده advanced by tau، advanced يعني بنحركها ناحية الشمال، delayed يعني بنحركها ناحية اليمين. لو عندي الكلام ده اداني نفس السيجنال هي بالظبط shifted او advanced او يعني delayed او advanced بنفس التاو، يبقى معنى كده ده linear system او ده time invariant system. اوكي، ده الفكره الاساسيه بتاعتي،
اوكي. ده الفكره الاساسيه بتاعتي اللي هي لازم تتحقق عشان الكونديشن بتاع التايم انفارينس ده يبقى موجود. واحده من الحاجات برضو اللي لازم نكلاسيفاي السيستم بتاعنا هل هي بتتحقق فيه ولا لا، هي حاجه بنسميها كوزاليتي. كوزاليتي دي بنسميها السببيه. يعني ايه سببيه؟ يعني دلوقتي هل الاوتبوت بتاعي ده طالع نتيجه للانبوت ولا ما هوش نتيجه للانبوت؟ يعني هل منطقي مثلا ان انا دلوقتي فرضا ان انا كنت مثلا عايز افتح النور، اوكي، الانبوت بتاعي هو ان انا بفليب سويتش، اوكي، لو انا فرضا النور اتفتح قبل ما انا فليب سويتش، اوكي، يعني فرضا دلوقتي انا لسه رايح عشان ادوس الزرار بتاع النور، كويس، لقيت النور لوحده اشتغل قبل ما انا اضغط على الزرار بثانيتين ثلاثه، هل منطقي ان انا اقول ان انا النور ده نور علشان انا ضغطت على الزرار؟ لا، ده الحقيقه في الوضع ده ما يبقاش كده. فاحنا بيسكلي لازم الاوتبوت بتاعنا يطلع بعد الانبوت. لو انا عندي الانبوت ده بزيرو وابتدى يبقى نون زيرو عند نقطه معينه، اوكي، لازم الاوتبوت بتاعي يطلع من اول النقطه دي مش قبلها، اوكي. فالفورمال ديفينيشن بتاع بقى كوزاليتي هي ان السيستم بتاعنا is called causal if whenever the input x of t بيساوي zero and there are no initial conditions the output y of t بيساوي zero. يعني طالما انا ما عملتش اي حاجة، طالما انا ما دخلتش input لازم الoutput يفضل بزيرو. لو الoutput ما بقاش بزيرو، لو الoutput اتغير وانا ما فيش عندي input، يبقى السيستم ده مش causal. اوكي، يعني ممكن اقولها بشكل تاني ان الoutput y of t does not depend on future inputs. اوكي، طبعا مثال على كده لو انا تخيلت برضو مثال بتاع الكيبورد، اوكي، هل منطقي ان انا اقول على الكيبورد انها كوزل ولا نون كوزل؟ الكيبورد بتاعتي دي هل ممكن وهي محطوطه كده من غير ما حد يدوس عليها هل منطقي انها تطلع حروف؟ لا، مش منطقي، مش المفروض انها تدي انبوت طالما انا ما ضغطتش على اي زرار، كويس. فمعنى كده الكيبورد بتاعتي دي كوزل. كوزل معناها ان هي مش هتدي اوتبوت الا اذا انا عملت انبوت، اوكي. ف يعني الكوزل بقى النون كوزل سيستمز دي ممكن نتكلم على بعض الحاجات اللي هي ممكن اقول مثلا في بعض السيستم طبعا اللي بتبقى في الديجيتال سيجنال بروسيسنج بالذات هنشوفها في الجزء بتاع الديجيتال سيجنال بروسيسنج كورس بنتكلم فيها ان احنا عندنا ممكن ان الفلتر ريسبونس ممكن ان انا السيجنال او السيستم ريسبونس بتاعي يطلع قبل الانبوت ما يجي، اوكي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي بيبقى الكوزاليتي بتاعته ما تبقاش متحققه، بس اكشوالي احنا ممكن نهاندل حاجه زي كده في الديجيتال دومين، بس ديفينتلي مش في الانالوج دومين، مش في الكونتينوس تايم سيستمز، اوكي. ف يعني لو احنا افترضنا ان تاو اكبر من الصفر، basically considering the causality it is helpful to think of a time t the time at which the output y of t is being computed as the present. اوكي، يعني t is the present، t minus tau هو ده الماضي، اوكي، ده حاجه اللي هي في يعني ممكن اقول عليها ان هي حاجه من الحاجات اللي هي اللي قبل التايم اللي انا فيه دلوقتي. t plus tau هو ده الفيوتشر. لو الاوتبوت بتاعي بيعتمد على البريزنت والباست ما يبقاش فيه مشكله انه يكون كوزل. لو كان بيعتمد على الفيوتشر فاليوز للانبوت بتاعي يبقى معنى كده لا، ده مش هيبقى كوزل. واحدة من الديفينيشنز برضو المهمة بالنسبة للسيستمز هي هل هو bounded input bounded output stable ولا لا. الفكرة بتاعت bounded input bounded output stability ده ان هي بتقول لنا لو احنا for a bounded or well behaved input x of t، يعني x of t عند اي نقطة ما بيساويش infinity، يعني لها amplitude اقل من رقم معين، يعني x of t absolute value بتاع x of t ده اقل من رقم معين، اوكي، والرقم معين ده ما هوش infinity. الاوتبوت بقى بتاع السيستم بتاعنا لما يكون السيستم بتاعنا باوندد يبقى باوندد اوتبوت ستيبل لازم يكون برضو باوندد. باوندد معناها ان واي اوف تي ديت تبقى اقل من رقم محدد برضو، والرقم ده ما بيساويش انفينيتي. لو احنا خدنا كمثال مالتي ايكو باس سيستم زي كده اللي هو بالشكل اللي احنا شايفينه ده، طبعا واي اوف تي دي بتساوي اكس اوف تي ناقص تاو 1 في الفا 1 زائد اكس اوف تي ماينس تاو 2 في الفا 2. اوكي، هل السيستم ده باوندد انبوت باوندد اوتبوت ستيبل ولا لا؟ عشان نعرف الكلام ده هنشوف واي اوف تي دي الابسولوت فاليو بتاعها هيساوي كام. الابسولوت فاليو بتاعها اكشوالي هيساوي الابسولوت فاليو بتاع مجموع الاثنين. طبعا لو احنا استعملنا التريانجولار انيكواليتي، لو عندي مثلا ابسولوت فاليو بتاع اكس بلس واي، اوكي، ده اقل من او يساوي الاولاني، الابسولوت فاليو بتاع الاولاني زي الابسولوت فاليو بتاع الثاني. ده حاجه منطقيه طبعا، لان المفروض ان لو اكس وواي دول واحده فيهم نيجاتيف مثلا يعني والثانيه بوزيتيف، يبقى معنى كده الابسولوت فاليو بتاعهم اكيد هيبقى اقل من الاولاني زائد الثاني. لو انا مثلا فرضا عندي 1 ناقص 5 وابسولوت فاليو 1 ناقص 5 هيطلع ناقص 4، ابسولوت فاليو يطلع 4.
لو انا خدت absolute value بتاع 1 زائد absolute value بتاع ناقص 4 هيطلع لي الكلام او ناقص 5 الكلام ده هيطلع لي 1 زائد 5 بيساوي 6. فمعنى كده ان احنا دايما بنلاقي ان absolute value بتاع المجموع اقل من او يساوي المجموع absolute value بتاع كل واحد من الترمز على حده. فمعنى كده الابسولوت فاليو بتاع y of t اقل من او يساوي الابسولوت فاليو بتاع الترم الاولاني، وده طبعا اللي هو الفاكتور اللي هو احنا ضاربينه ده ممكن يبقى لوحده في الاكس لوحديها، ونفس الكلام الفا برضو الفا 2 في الترم الثاني لوحديها. لو احنا قلنا ان الانبوت بتاعي دوت اكس دوت ده باوندد، يبقى معنى كده ممكن اقول ان الاكس دي اقل من او تساوي رقم معين ام مثلا، اوكي. ونفس الكلام هنا نفس الكلام، هي نفس الاكس هي. فمعنى كده ان الكلام اللي هنا ده اقل من الفا 1 زائد الفا 2 في الام ده. هل الكلام ده باوندد انبوت باوندد اوتبوت ستيبل او الكلام ده كله يعني في الاخر باوندد؟ اه طبعا باوندد، لان الفا 1 دي باوندد والفا 2 دي باوندد، اوكي، والام دي باوندد. يبقى معنى كده مضروب اي حاجه باوندد في اي حاجه باوندد هيطلع لي باوندد في الاخر. فمعنى كده انا كده اثبتت ان السيستم بتاعي ده ايه، باوندد انبوت باوندد اوتبوت ستيبل. طيب نبتدي بقى نتكلم على السيستمز بتاعتنا اللي بتبقى ريبريزنتد بديفرنشال ايكويشن، اوكي. يعني زي ما اتفقنا قبل كده ان الديريفيتيف نفسه اللي هي الـ لما اخد مثلا دي اكس باي دي تي مثلا او دي واي باي دي تي، دي عباره عن لينير يعني فانكشن اوف اكس، اوكي. يعني ما اقدرش اقول ان انا لينير، لا الديريفيتيف ده لينير، اوكي. فلو انا given a dynamic system represented by a linear differential equation، dynamic system معناه ان هو بيتغير مع الوقت، يعني له dependence على time، ومحطوط في شكل differential equation with constant coefficients، اوكي. فبيطلع لي حاجة في general case شكل عام كده، عبارة عن مجموعة derivatives لل y plus constant، يعني constant multiple من ال y زائد يعني بيساوي مجموعة برضو derivatives من ال x زائد constant في ال x نفسها، اوكي. و given طبعا time يعني تي اكبر من او يساوي infinity. ال initial conditions الحاجة زي كده زي ما احنا كنا قبل كده عرفنا في differential equations، لو احنا المفروض نكون خدنا differential equations قبل ما ناخد الكورس بتاع signals and systems، فهنلاقي ان احنا عندنا لازم نحط كل ال initial conditions بتاعت ال x بتاعت ال y لكل ال derivatives لغاية اقل يعني اقل من اخر derivative ده يعني بواحد. يعني بمعنى ان انا هحط مثلا ال dn minus 1 by dt n minus 1 اللي هي ال value بتاعتها بتساوي كام؟ at t بتساوي 0 at ال initial value بتاعت الايه؟ بتاعت ال series اللي انا بعد كده ابتدي احل من عندها، اوكي؟ فمعنى كده ان انا بتكلم على ان انا اللي محتاج اعمله ان انا اخد ال equation دي بعد كده احاول احلها. من الحاجات اللي شفناها في differential equations ان الايكويشن دي بيبقى لها حلين او بيبقى لها مش حلين، لها جزئين في الحل، حاجه بنسميها zero state response وحاجه بسميها zero input response. يعني ايه zero state وzero input؟ zero state response دوت هو عباره عن input assuming zero initial conditions، assuming ان كل الانيشال كونديشنز دي بتساوي صفر. الزيرو input response معناها ان انا هفترض initial conditions دي موجوده وهفترض ان الانبوت بتاعي بيساوي صفر واشوف الريسبونس بتاعي عباره عن ايه. طبعا الزيرو ستيت ريسبونس دي عباره عن الستيدي ستيت سوليوشن، الزيرو انبوت ريسبونس ده عباره عن الايه؟ الترانزنت سوليوشن بتاعنا. لو انا بتكلم على لينير تايم انفاريانت سيستمز، انا دايما لازم اشترط ان انا عشان السيستم بتاعي ده يبقى تايم انفاريانت ان كل الانيشال كونديشنز بتاعته تبقى بتساوي صفر. لو انا الانيشال كونديشنز بتاعتي مش بتساوي صفر هيبقى عندي مشكله ان انا لو ابتديت في وقت غير لما ابتدي في وقت تاني. يعني فرضا دلوقتي انا عندي سيستم مثلا زي التلفزيون، اوكي. انا دلوقتي كنت مثلا بضغط على الزرار بتاع ان انا بغير القناه، بجيب القناه اللي بعد القناه اللي انا واقف عندها دلوقتي. هل الكلام ده لو انا ضغطت على الزرار بتاع الشانل بلس، اوكي، كل مره هيجيب لي نفس الحاجه، هيجيب لي نفس الشانل؟ اكشولي لا، يعني ده اعتمد على ان انا واقف فين دلوقتي او الانيشال كونديشن بتاعي واقف يعني عباره عن ايه دلوقتي عشان اعرف انا رايح فين بعد كده، اوكي. فمعنى كده ان انا بتكلم على ان اللينير تايم انفيرنت سيستم ده لازم ما يكونش فيه اي انيشال كونديشنز خالص، لازم كل الانيشال كونديشن تبقى زيرو علشان تبقى كلها موحده، وعلشان لما ادخل انبوت معين ابقى عارف بالظبط انا رايح فين، ما بقاش بتغير مع الانيشال كونديشن، اوكي. فبيسيكلي في الحاله دي الانيشال كونديشن زي ما كنت بقول كلها زيروز، وعشان كده الاوتبوت بيديبند اكسكلوسيفلي اون ذا انبوت اونلي. يبقى معنى كده الاوتبوت بتاعي هو عباره عن زيرو ستيت ريسبونس بس، مفيش اي حاجه تانية خالص.
لو انا بتكلم على حاجة بقى نون لينير، نون لينير ده معناه ان ممكن تتغير بقى حسب التغير بتاع الايه، بتاع الانيشال كونديشن بتاعي. فمعنى كده ان انا ممكن ان انا يبقى عندي انيشال كونديشنز وممكن انها تبقى برضو تبقى تايم فاري، يعني تتغير مع الوقت. اوكي، يعني ممكن يبقى عندي ساعتها بقى الانبوت بتاع الاوتبوت بتاعي ده عبارة عن التو كومبوننتس اللي انا بتكلم عليهم قبل كده، اللي هو الزيرو ستيت والزيرو انبوت. عشان ابتدي احل الديفرنشال ايكويشن دي، هبتدي استعمل الديريفاتيف اوبريتور دي علشان ابتدي ابسط على الاقي شكل المساله شويه. اوكي، هي ما بتغيرش اي حاجه في الديفرنشال ايكويشن، كل اللي بتعمله ان هي بس مجرد بتحط لي الايكويشن في شكل يبقى ايه، يبقى كومباكت احسن شويه. اوكي، وعشان يخلي لي شكل الايكويشن يبقى مور اوف ان الجبريك فورم على الشكل اللي هو اللي بيبقى ديفرنشال ايكويشن فورم، اللي انا عاده ما بيبقاش مريح بالنسبه لي. اوكي، فهنتكلم على الاوبريتور دي دوت، اللي هو لو انا باخد الانث ديريفاتيف يبقى معنى كده اتكلم على ده ان هو دي تو ذا باور ان في واي، اللي هو اوف واي. ولو بتكلم على هنا مش الديريفاتيف اللي هي الواي نفسها، يبقى دي تو ذا باور 0 اوف واي. اوكي، فمعنى كده الديفرنشال ايكويشن اللي احنا كنا بنبص عليها من شويه دي هتتحول، كل واحده من دول هتتحول بالايه، بالشكل بتاعها. يعني هنا مثلا عندي الكلام ده كله اوف واي اوف تي. اوكي، ما معنى كده ممكن ان انا اخد A0، تتحط A0 زي ما هي، A1 مضروبة في D عشان دي dy by dt، D1 y by dt 1. لو عندي سكوير يبقى معنى كده هيبقى في D سكوير، لغاية لما اوصل هنا dn by dt اس n، يبقى معنى كده بتكلم على D to the power n، وكل الكلام ده of y of t. نفس الكلام بالظبط بعمله برضو بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لX of t. فبأند up ان عندي هنا polynomial، الجبريك يعني الجبريك بولينوميال في الـ في الدي، وهي نفس الكلام بالظبط، وبيعبر لي عن نفس الديفرنشال ايكويشن اللي انا كنت بتكلم عليه. دلوقتي بقى نبتدي في اهم جزء في المحاضره دي، هو ازاي ان احنا نستغل الكاركترستكس احنا شفناها في اللينياريتي والتايم انفيرينس عشان نبسط على نفسينا الحل بتاع اللينير تايم انفيرينس سيستم. لو انا عندي سيستم دلوقتي وعايز اعرف الاوتبوت بتاعه بيساوي كام بطريقه مبسطه، وعايزه بريدكت او عايزه كاركترايز السيستم بتاعتي بطريقه مبسطه. اوكي، فدلوقتي عايز استعمل انا الكاركترستكس دي علشان اشوف الكلام ده بيحصل ازاي. فبيسيكلي يعني الكلام ده بيستغل حاجه لطيفه جدا، ان انا بيسيكلي ان الانبوت ده لو احنا خدنا الانبوت بتاعنا ده وعملنا له ريبريزنتيشن ان تيرمز اوف كومبينيشنز اوف سيجنلز فور ويتش وي نو ذا ريسبونس، ممكن بقى نستعمل السوبر بوزيشن والتايم انفيرينس عشان نحسب الاوتبوت لاي انبوت من النوع دوت في اي وقت. ازاي؟ لو انا فرض انا بس كل المعلومه اللي انا مديها لك على عشان السيستم بتاعنا ان y بتساوي s of x، يعني الاوتبوت لما بيكون فيه input بيساوي x هو نفسه بيساوي y. طب لو فرض انا اديتك بقى input معقد شويه عباره عن summation ل different delayed versions من x، وكل واحده الامبليتيود بتاعها ak. اوكي، عايز اعرف الريسبونس عباره عن ايه. لو احنا بصينا على الايكويشن دي، الاوبريتور بتاع السيستم بتاعنا اللي هو الموجود عندنا دوت، الاوبريتور دوت ده لينير. لينير معناه ان هو ممكن ندخله جوه، لو احنا بنتكلم ان احنا اسيومينج لينياريتي، يبقى معنى كده ممكن اخلي الاس دي تعدي جوه السميشن، لان السميشن ده طبعا لينير. اوكي، فاحطه هنا يبقى موجود هنا عند الاس، عند الاكس على طول. فمعنى كده ان اللينياريتي بتسمح لي ان انا طالما عندي مجموعه من الانبوتس، اوكي يعني مجموعين زائد بعض، الريسبونس بتاعهم هيساوي المجموع بتاع الريسبونس بتاع الانديفيديوال انبوتس، زي ما احنا قلنا في الكونديشن بتاع اللينياريتي. فالنقله دي جايه لي من اللينياريتي. طب دلوقتي انا عندي الريسبونس او سيستم ريسبونس لاكس شيفتد بتاو كي، ده هيساوي كام؟ لو السيستم بتاعي تايم انفيريانت، يبقى ممكن ان انا ابسط على نفسي برضو ان انا عارف ان انا وانس ان الانبوت بتاعي كان شيفتد بتاو كي، يبقى الاوتبوت بتاعي هيبقى شيفتد بنفس التاو كي بالظبط. فممكن على طول اوصل للحل بتاعي باستعمال التايم انفيريانت ان هو بيساوي سميشن اي كي واي اوف تي ماينس تاو كي. طبعا دي بسطت علينا كتير جدا جدا. وناخد بالنا في حاجه مهمه جدا، ان احنا لو كان اي واحده من الكونديشنز بتاع اللينياريتي او بتاع التايم انفيريانت مش موجودين، ما اقدرش اعمل الكلام ده. طب دلوقتي خلينا ناخد مثال تاني، بدل السميشن هنا حطيت انتجريشن. طبعا انتجريشن هو يعتبر الايه، كونتينوس تايم فورم اوف السميشن دوت. اوكي، فلو عندي انتجريشن، وانتجريشن ده برضه لينير اوبريتور، جي اوف تاو اكس اوف تي ماينس تاو دي تاو، نفس الكلام بالظبط، الاس ده لينير اوبريتور از ا فانكشن اوف تي. اوكي، فممكن اقوم مدخله هنا في الجزء اللي هو جوه ده، لان هو السميشن نفسه او الانتجريشن نفسه ما هوش يفرق. ممكن اعمل اكستشينجنج للاوردر بتاع السيستم اوبريتور والانتجريشن،
اوكي. والجي اوف تاو اصلا مش فانكشن في تايم، يعني ممكن اعتبرها انها كونستانت زي الاي كي بالظبط، ما فيش اي اختلاف. فمعنى كده ممكن ادخل برضو هنا الاوبريتور بتاعي يبقى بيابلاي على طول على اكس اوف تي ناقص تاو. اوكي طبعا يعني هي دي نفس الكلام برضو، ده كونسيكونس بتاع لينيارتي زي فوق بالظبط، ما فيش اي اختلاف. نفس الكلام لو عندي s of x of t ناقص تاو، اهي ده عندي سيستم بتاع يعني سيستم برضو فيه الانبوت بتاعه عباره عن شيفتد فيرجن من الايه او ديليت فيرجن من الانبوت. لو انا بفترض ان السيستم بتاعي ده تايم انفاريانت، يبقى معنى كده اقدر احسب الريسبونس على طول هو عباره عن y of t ناقص تاو. فممكن احصل على الشكل اللطيف ده اللي احنا هنتكلم عليه بعد شويه صغيرين، نقول عليه يعني هنديله فورم معينه كده عشان نقدر ان احنا نستعمله عشان نقدر ان احنا نتكلم عليه. فيعني ببساطة قدرنا نحسب الانبوت بتاع الاوتبوت بتاعنا بيساوي كام جيفن معلومة واحدة بس، هي الانبوت لما يكون انبوت بيساوي x of t الواي بيساوي y of t. كل حاجة بعد كده عملت لها ديريفيشن ان ترمز اوف المعلومة الواحدة اللي انا ايه اللي انا كنت واخدها ك يعني ابريوري انفورميشن ابريوري انفورميشن، ودلالة ان السيستم بتاعي ده معروف ان هو لينير وتايم انفاريانت. اوكي بعد كده بقى نبتدي نتكلم على how to use the property دي اللي هي الكيس بتاعت اللينير تايم انفاريانت سيستم دي، ونحاول ان احنا بقى نلاقي characterization للسيستم يساعدنا بقى ان احنا نقدر نديسكرايب اي input الاوتبوت بتاعه يساوي كام. عشان نفهم دي اكتر شويه يعني هن apply superposition وtime invariance في مثال بسيط جدا. لو انا فرضا يعني معلومه اللي كانت عندي ان انا لما بدخل u of t اللي هي unit step function الاوتبوت بتاعي بيبقى شكله عامل كده اللي هو الشكل اللي باللون الازرق ده. طب دلوقتي انا عايز اعرف الريسبونس لانبوت عباره عن u of t ناقص u of t ناقص 2. ده عباره عن كومبينيشن من ايه؟ من الاوتبوت الانبوت الاصلي اللي انا كنت مدخله وشيفتد فيرجن منه بمقدار 2. اوكي طبعا هستعمل بقى السوبر بوزيشن وهستعمل التايم انفاريانس عشان نحن نقول ايه نقول الكلام ده بيساوي كام. فبدايه لما ابص على الايكويشن دي من لينياريتي معناها ان انا الاوتبوت او الريسبونس للمجموع بتاع الاثنين دول اوكي هو الريسبونس بتاع دي لوحديها زائد الريسبونس بتاع دي لوحديها اوكي او ناقص يعني ما صح اوكي. فمعنى كده انا بشوف الريسبونس ده بيساوي كام، ده يطلع بيساوي كام، بيساوي نفس اللي هو الحاجه اللي انا كنت مدخلها في الانبوت بتاعي. طب الريسبونس دي بيساوي كام بقى؟ الريسبونس بتاع دي نقدر نجيبه من ان احنا نفترض التايم انفاريانس. لو السيستم بتاعي كان تايم انفاريانت يبقى معنى كده انا ابقى عارف ان الريسبونس بتاعي بتاع يو اوف تي ناقص 2 هو نفس الريسبونس ده بالظبط بس شيفتد ب 2. اوكي يعني معنى كده الريسبونس ده عباره عن حاجه متاخره ب 2 كده، يعني تبتدي من هنا وتمشي بنفس الشكل زي ما كانت هنا ماشيه بالظبط. طبعا هنا عشان في نيجاتيف ساين يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو هيبقى نفس الاشاره بالظبط نفس السيجنال بالظبط بس ايه؟ بس بالنيجاتيف ساين. الريسبونس بتاع المجموع بتاع الاثنين دول هو عباره عن الريسبونس بتاع الريسبونس ده زائد الريسبونس الثاني ده، الريسبونس بتاع يو اوف تي اللي هو اللي موجود عندي هنا ده زائد الريسبونس بتاع ناقص يو اوف تي ناقص 2، فيطلع حاجه بالشكل اللي احنا حاطينه عندنا هنا ده. تعالوا بقى دلوقتي نحاول ان احنا نعمل جينيريك ريبريزنتيشن لاي سيجنال in terms of one basic signal تبقى بسيطة ويبقى الريسبونس بتاعها عندنا نقدر ان احنا نتعرف عليه بسهولة او نقدر ان احنا نجيبه بسهولة، ومنها نديرايف generic equation how to compute the output بتاع اي linear time invariant system. احسن representation الناس شافوها هي representation in terms of delta functions. اوكي لو احنا بصينا على الفاكرين الايكويشن بتاعت shifting property بتاعت الدلتا function، الايكويشن دي بتساوي كام؟ اتفقنا ان عندنا الدلتا اوف تي ماينس تاو دي بتبقى زيرو فين؟ زيرو في كل حته ما عدا عند تي بتساوي تاو، عند الحته اللي هي بيبقى الدلتا اوف زيرو. يعني معنى كده ان الاوتبوت بتاعي هنا يعني لو انا ضربت دي في الاكس اوف تاو يبقى معنى كده ان كل الفاليوز بتاعت تاو ما عدا تاو بتساوي تي هتبقى كلها زيروز. يعني معنى كده الكلام ده هنا بيساوي اكس اوف تي في دلتا اوف تي ناقص تاو. طبعا اكس اوف تي بالنسبه للانتجريشن ده وخاصه الانتجريشن ده يعني فانكشن في تاو معنى كده ممكن اطلعه بره، فيبقى الكلام ده فعلا بيساوي اكس اوف تي. الريبريزنتيشن ده يعني برضو ادينا نفس الايحاء اللي احنا شفناه في الايكويشن بتاعت المثال اللي في السلايد اللي قبل اللي فاتت، ان عندنا السيجنال بتاعت الانبوت عباره عن كومبينيشن من ايه؟ مجموعه من الانبوتس اوكي مضروبه في فانكشن معينه. اوكي طيب
دلوقتي لو انا سميت الامبلس ريسبونس بتاعي هو اتش اوف تي اللي هو الاوتبوت بتاع السيستم كورسبوندنج تو الامبلس بتاع اللي هي دلتا اوف تي اوكي، واسيومينج طبعا ان الامبو بتاع لينير تايم انفيرنت، يعني معنى كده زيرو انيشال كونديشنز، يعني بمعنى ان انا دلوقتي لو دخلت دلتا اوف تي هطلع اتش اوف تي. طب دلوقتي لو انا عملت كده يبقى ريسبونس الاكس اوف تي هيساوي كام؟ لو احنا بصينا لنفس الحاجه اللي احنا عملناها قبل كده هلاقي ان واي اوف تي ده هيبقى عباره عن اكس اوف تاو في الريسبونس بتاع الدلتا اوف ايه اوف تي ناقص تاو، اللي هو عباره عن اتش اوف تي ناقص تاو. يعني معنى كده احنا ممكن نحط نفس ده بالظبط، تغيير الفاريبلز بتاعتنا، تغيير الانتجريال، لو حطيت مثلا هنا تاو بتساوي تي ناقص تاو ممكن نوصل لنفس الحاجه ان هي بدل ما هي اكس اوف تاو اتش اوف تي ناقص تاو يبقى اكس اوف تي ناقص تاو في اتش اوف تاو. ففي الاخر الانتجريشن ده بيدينا معلومه جميله جدا ان الريسبونس بتاعنا لاي انبوت هو عباره عن الانتجريشن بتاع الانبوت ده مضروب في الامبلس ريسبونس بتاعنا اللي هي الاتش اوف تي ده شيفتد بتاو اوكي، بتيف شيفت شيفتد بفاليو معينه كويس. الكلام ده بنحطه او بنسميه الكونفولوشن انتجرال اوكي، وممكن نسميه اكس ستار اتش او اتش ستار اتش اكس، ما يفرقش بعضها حاجه، هما الاثنين زي بعض بالظبط اوكي. فاحنا كده قدرنا ان احنا نحسب الاوتبوت بتاعنا لاي انبوت اكس ان تيرمز اوف يعني البيسك ريسبونس بتاع الداتا فانكشن اللي هو الامبلس ريسبونس بتاعنا. الايكويشن دي يا جماعه في غايه الاهميه ولها ابلكيشن زي ما هنشوف بعد كده في يعني في منتهى الاهميه. دي الاساس بتاع الاناليسيس بتاع اللينير تايم انفيرنت سيستمز في كل الابلكيشنز. في بعض الملاحظات على الكونفولوشن انتجرال الحقيقه في غايه الاهميه. احنا لقينا ان احنا لو عندنا سيستم لينير تايم انفيرنت بنقدر ان احنا كاركترايز الاوتبوت بتاعه ان تيرمز اوف ا كونفولوشن انتجرال. طيب العكس بقى صحيح برضو، لو انا لقيت سيستم نقدر نعمله كاركترايزيشن ان تيرمز اوف ا كونفولوشن انتجرال يبقى معنى كده هو لينير وتايم انفيرنت، يعني ممكن احنا نثبت دي او العكس. يعني بمعنى ان احنا ممكن نروح لو هي الكونفولوشن انتجرال موجود يبقى هو لينير تايم انفيرنت، ولو هو لينير تايم انفيرنت يبقى الكونفولوشن انتجرال نقدر نستعمله عشان نحسب الاوتبوت بتاعنا بيساوي كام. الحاجه الثانيه ان الكونفولوشن انتجرال احنا عملنا له ديريفيشن ده جينيريك، يعني جنرال ريبريزنتيشن اوف اي لينير تايم انفيرنت سيستم. يعني بمعنى ان احنا يعني بيسك لما احنا عملنا له ديريفيشن ما عملناش اي اسامبشن لاي حاجه، يعني كل الاسامبشن اللي كان موجود عندنا ان اللينير تايم انفيرنت سيستم ده كان يعني هي الكاركترستيك بتاعتنا ان هي الاثنين دول موجودين لينير ولينيرتي وتايم انفيرنس، ما فيش اي حاجه ثانيه كانت اسيومد في السيستم بتاعنا، فمعنى كده نقدر نستعمله لاي سيستم لينير تايم انفيرنت. الحاجه الاخيره ان احنا عندنا لو في عندنا ديفرنشال ايكويشن والديفرنشال ايكويشن لينير ديفرنشال ايكويشن وذ كونستنت كوفيشنتس وما لهاش انيشال كونديشنز، زي ما قلنا ان احنا اللينير تايم انفيرنت سيستم بتبقى ديسكرايبد ديفرنشال ايكويشنز بالشكل ده كده، هنلاقي الحقيقه ان احنا نقدر نعمل لها ريبريزنتيشن الحل بتاعها بمعنى صح ان تيرمز اوف الكونفولوشن انتجرال اوكي. فيعني اهم حاجه ان احنا نلاقي لها الاتش اوف تي بتساوي كام، ودي ان شاء الله هنتكلم عليها اكتر شويه لما بتيجي بقى نخش في الجزء بتاع الترانسفورميشنز، لانها بتبقى ابسط كتير جدا في الترانسفورم دومينز يعني ان احنا نحسبها في التايم دومين. في حاجه فيري انترستنج برضو لقيناها بالنسبه للامبلس ريسبونس كاركترستيك برضو ممكن هي تفيدنا ان احنا ممكن منها نتعرف اذا كان السيستم بتاعنا ده كوزل ولا مش كوزل اوكي. طبعا احنا بنتكلم على الكوزاليتي، دي حاجه مختلفه عن اللينياريتي وعن التايم انفيرينس، يعني ممكن السيستم بتاعنا يبقى لينير وتايم انفيرينت ونون كوزال مثلا اوكي. الشرط بتاعنا علشان السيستم بتاعنا يبقى كوزال هو ان اتش اوف تي بتساوي صفر فور تي ليس ذان زيرو، يعني معنى لازم الامبلس ريسبونس بتاعنا يبقى زيرو اوكي ات يعني كل التيز او كل التايمز اللي قبل الايه قبل النقطه اللي ابتديت منها اللي هي النقطه زيرو اوكي. فبيسكلي الاوتبوت ساعتها بيبقى يعني لو عندنا كوزال انبوت اكس اوف تي هيبقى الاوتبوت بتاعنا ممكن انتجريت بقى من زيرو لغايه تي نتيجه لان الاتش بتاعتنا هي فعليا من ايه يعني فعليا ما هياش موجوده قبل الايه يعني الاكس اوف تي بتاعتنا مش موجوده قبل الناقص انفينيتي اوكي، فيعني مش موجوده قبل الزيرو، فمعنى كده ممكن احنا نعمل انتجريشن يبقى بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده. بالنسبه للكونفوليوشن بقى انتجرال ممكن احنا نعمل له جرافيكال كومبيتيشن. بكل بساطه انا ممكن ابص على الاكس لو عندي اكس اوف تاو شكلها كده واتش اوف تي ناقص تاو شكلها بالمنظر ده كده، لو عندي الاتش اوف تي عباره عن يو اوف تي ناقص يو اوف تي ناقص 1 اللي هي عباره عن امبلس اوكي. الامبلس ده بيبقى عاده بيبقى لو انا اخدته بالشكل الديفينيشن ده هيبقى حاجه شكلها كده يعني بالس هنا كده.
لو خدت h of t ناقص تاو يعني معنى كده عملت لها ايه؟ طبعا رسم الكلام ده as a function of tau نخلي بالنا، يعني معنى كده احنا عملنا هنا دلوقتي flipping، يعني عملنا هنا reflection ما صح، وبعد كده عملنا ايه؟ عملنا shift بt. اوكي، فنلاقي ان احنا هنا طبعا زي ما كنا بنتكلم قبل كده لما يكون هنا في positive t بنبقى ايه؟ شفتت في الناحية الشمال، فمعنى كده بنتكلم على ان احنا الشكل بتاعنا عبارة عن حاجة بالشكل ده كده، ده عبارة عن h of t ناقص tau. عشان احسب الانتجريشن بتاعي at any given time t، يعني for any given t، باخد انا الفانكشن دي ال h of t ناقص tau اضربها في x of tau واشوف الملتيبليكيشن بينهم، ده اللي هي السيجنال طالع من الملتيبليكيشن بينهم دي الانتجريشن بتاعها بيساوي كام. لو انا ضربتها بالشكل ده كده و t كانت هنا negative value، لا اي value اقل من الصفر، هلاقي multiplication بتاع دي times دي بيساوي صفر. اوكي، فمعنى كده signal output بتاعتنا y of t هلاقيها بصفر لغاية لما t تساوي صفر. اول لما t تبقى اكبر من الصفر او اكبر من او تساوي الصفر، يبتدي بقى ان يبقى في عندنا البلس دي هيبقى لها component هنا. فلما اجي اعمل مالتيبليكيشن للفانكشن دي مع الفانكشن دي وتي بوزيتيف هنا يعني موجوده هنا مثلا، هلاقي ان في عندي كومبوننت هنا اوكي ما هياش زيرو، هيطلع فيه بالس صغيره كده قيمتها من زيرو لغايه تي. اوكي، والبالس دي ما هياش لو انا عملت لها انتجريشن هيطلع لها فاليو، والفاليو دي بتعتمد اكشن لو انا بصيت على الشكل بتاعي هنا ده هيبقى في عندي هنا تي، يعني هنا تبقى تي والباقي بعد كده اصفار، والامبليتيود بتاعي هنا واحد، فالانتجريشن بتاع المستطيل دوت هيطلع بيساوي تي، فلاقي عندي جزء الاولاني ده بيطلع برامب كده لغايه لما يوصل يبقى ايه؟ يوصل يبقى واحد. وانس ان انا وصلت بقيت واحد، يعني وصلت عديت المنطقه اللي هي فيها ان كل البالس دي تبقى موجوده هنا وذين الجزء اللي هو بتاع اليو اوف تي اللي هو بيساوي واحد ده، معنى كده ان خلاص كل مره هضرب البالس دي في الكومبوننت بتاعت اللي هي اليو اوف تي ديت اوكي، هلاقي ان نفس الانتجريشن هيطلع لي اللي هو كونستانت بيساوي واحد. اوكي، فمعنى كده ان الانتجريشن بتاعنا او الكونفرجن انتجرال بتاعنا هيطلع شكله حاجه بالمنظر ده كده. ده لو احنا احتاجنا ان احنا نحسب الايه، نحسب الكونفرجن انتجرال بطريقه ايه، بطريقه جرافيكال. ناخد كمان مثال، لو انا بقى خدت مثال في التو سيجنالز بتوعنا الاثنين الحقيقه ليهم فاينايت سبورت، نفس الكلام بالظبط، ال h of t ناقص تاو هي نفس الحاجه نفس الشكل هو لو فرضت ان x of tau عباره عن بلس بالشكل ده كده، ايه اللي هيحصل؟ البلس بتاعتنا دي هتبتدي تتحرك زي ما احنا شفنا، يعني قبل الزيرو طبعا هتفضل زيرو زي ما احنا قلنا، بعد الزيرو تبتدي تبقى لها كومبوننت هنا، تبتدي الكومبوننت دي تكبر وتبتدي تكبر لغايه لما تبقى ماكسيمم، لما البلس دي تبقى اوفرلاب للبلس دي، لما التي بتساوي واحد بالظبط ده يبقى البيك بتاعتي، يعني هيبقى ساعتها الاريا بتاعتي اللي هي مالتيبليكيشن بتاعتي هيبقى لها اريا عباره عن الاريا دي او الاريا دي نفسها ما صح. اوكي، الانتجريشن بتاع الاريا دي بيساوي واحد. لو التي كبرت بقت هنا مثلا هيحصل ايه؟ هيبقى البلس دي موجوده هنا كده بس هتنتهي قبل الايه؟ قبل نهايه البلس دي. فمعنى كده لما هابلاي المالتيبليكيشن هلاقي ان في عندي الجزء اللي هو فيه اوفرلاب بينهم هيبتدي يتناقص، فيبتدي السيجنال بتاعتنا تبتدي تزيد في المرحله الاولانيه لغايه لما تي توصل لواحد، وبعد كده تبتدي تقل ان الاوفرلاب بين التو بالسز دول يبتدي يتلاشى. از ا جنرال رول كده ناخدها في اعتبارنا ان احنا لو عندنا بنعمل كونفولوجن بين اكس و اتش والاثنين ليهم فاينايت سبورت، السبورت بتاع الاوتبوت بتاعي اللي هو واي اوف تي ده هيساوي مجموع السبورتس بتاعه التو سيجنالز اكس اوف تي و اتش اوف تي، يعني زي ما احنا شايفين كده السبورت بتاع دي بيساوي واحد، لو احنا طرحنا يعني شفنا دي مسافتها قد ايه تلاقيها بتساوي واحد، هنا بتساوي كام؟ هنلاقيها بتساوي واحد برضو، هنلاقي السبورت بتاع واي اوف تي هيساوي 2. فدي ناخدها كجنرال رول كده عشان لما احنا نكون بنحسب كونفولوشن انتجرال بين تو فاينايت سبورت سيجنالز نقدر على طول نيستيميت السبورت بتاعنا يبقى بيساوي كام. طبعا السيجنال بتاعتنا بتبقى نون زيرو وذين السبورت ده، وتبقى زيرو قبل كده وبعد كده. في بعض برضو النوتيشنز كده برضو نبقى عارفينها ان احنا بنعبر عن السيجنال بتاعتنا او بتعبر عن السيستم بتاعنا بمعنى صح ببوكس كده وحاطين فيه جواه الامبلس ريسبونس بتاعه، لو بتكلم على لينير تايم انفيرنت سيستمز طبعا. اوكي، فلو انا حطيت تو بوكسز كده بسميهم كاسكيدد بوكسز او كاسكيدد سيستمز، اللي بيحصل ان الاتش التوتال بتاعتهم اللي هي الامبلس ريسبونس التوتال بتاعهم هيبقى عباره عن كونفوليوجن بتاع تو امبلس ريسبونسز. اوكي، يبقى اتش 1 كونفولد مع اتش 2.
طب لو هما بارلل بقى بالشكل ده، لو حطيتهم بارلل يعني معنى كده الاوتبوت بتاعي هنا هيساوي اكس اوف تي كونفولف مع اتش 1 زائد اكس اوف تي كونفولف مع اتش 2، ساعتها الامبلس ريسبونس بتاعي هيبقى عباره عن اتش 1 بلس اتش 2. ده بسميه بارلل او ديستريبيوتيف انتركونكشن. لو عندي بقى سيجنال فيها فيدباك، فيدباك لو احنا فاكرين بيبقى عباره عن ده زائد 1 على ده، اوكي؟ يعني لو انا باخد الامبلس ريسبونس بتاع ده، لو باخد اللي احنا كنا شفناه في الكنترول هنلاقي ان هو بنحسبه بالشكل اللي هو لازم ناخد في اعتبارنا بقى الفيدباك ده ماشي ازاي. فلو احنا مشينا ورا الفيدباك ده بيساوي كام، هنلاقي ان الاتش اوف تي بتاعتنا بتساوي اتش 1 ناقص اتش 1 كونفولف ناقص اتش كونفولف مع اتش 1 كونفولف مع اتش 2. فده شكل معقد شويه لان هو هنلاقي ان اتش موجوده هنا وموجوده هنا، فما هياش بالبساطه دي ان احنا نحسب الامبلس ريسبونس بتاع السيستم شكله عامل كده. طبعا احنا نفكر فيها كده، النقطه اللي عندنا هنا دي عباره عن ايه؟ عباره عن الحاجه اللي موجوده اللي هي اي اوف تي كونفولف مع اتش 1، بس اي اوف تي بتساوي اكس اوف تي ناقص واي اوف تي كونفولف مع اتش 2. عشان كده بنلاقي ان احنا الواي موجوده عندنا في الاثنين، فنلاقي في الاخر يعني الايكويشن بتاعتنا دي ما هياش ستريت فورورد كده نلاقي اتش بتساوي كذا از فانكشن اوف اتش 1 اتش 2، لا نلاقي فانكشن كمان في اتش، اوكي؟ هنشوف السيستم ده نقدر نحسبه ازاي بس لما ناخد الجزء بتاع الترانسفورميشنز. في مجموعه من المسائل بتحاول تدي امثله اكتر شويه على الاجزاء اللي اتكلمنا عليها النهارده، موجوده في الكتاب بالارقام دي. هنلاقي ان الحلول بتاعه يعني بعض المسائل او الافكار بتاعه الحلول الحقيقه موجوده في الويب سايت بتاع الكتاب، فممكن برضو نحن نطلع عليه علشان نراجع الحلول بتاعتها.